كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ما هم ناويين يهدوا الوضع، والتصعيد بينهم جالس بيزيد يوم بعد يوم. القصة بدأت لما ناشطين من كوريا الجنوبية أرسلوا مناطيد فيها منشورات مناهضة للحكم في الشمالية، فقامت الشمالية وأرسلت آلاف المناطيد اللي مليانة نفايات كنوع من الرد عليهم. قامت الجنوبية هددت الشمالية وقالت لها أنه إحنا حنتخذ إجراءات ونرد في حال كملتوا إرسال نفايات، وحنرجع نحط مكبرات صوت على الحدود وحنزعجكم ترى. وفي نفس الوقت أوقفوا العمل باتفاقية عسكرية بين البلدين. فقامت الشمالية قالت خلاص أعطينا لكم درس، ما عاد نبعث لكم شيء، لكن لو نفذتوا تهديداتكم حنرسل لكم ضعف الكمية اللي بعتناها أول مرة. الجديد أن الناشطين في كوريا الجنوبية أرسلوا مناطيد مليانة منشورات مناهضة للحكم في الشمالية يوم السبت. وعلى فكرة من الأول الجيش الجنوبي قال لي الشمالية نحن مالنا سلطة قانونية نمنع الناشطين يبعثوا لكم مناشير. فقامت الشمالية أمس وللمرة الثالثة بعتت لهم 300 منطاد زبالة. بس إيش عاد اللي يضحك؟ الجنوبية قالت إنه صار في تحرك بالهواء وتغير مساره ونزل عندهم بس 50 والباقي رجع على الشمالية. وهنا بدأ اللعب على الأرض مثل ما بنقول. فالجنوبية راحت وأعلنت إنها رح تركب مكبرات صوت على الحدود وتبدأ بثها المناهض للحكم في الشمالية. وهذه الخطوة ما في داعي أقول لكم قد إيش بتستفز الشمالية. شوفوا المشهد كيف كان. طبعا بيونغ يانغ ما راح تتوقف او كده تتوقف وتفرج كده وتسمع بس. فوصل الموضوع لتهديد من شقيقة كيم جونغ أون اللي حذرت سول بن وقالت لهم لو وصلتوا اللي بتعملوه من حرب نفسية راح يكون في رد ثاني وراح يكون في وضع خطير جدا. 이미 세계 보건 기구는 각양 물체 표면에서의 비루스 생존 기간 악성 비루스가 물체를 통해서도 전파된다는 국제사회에 공인된 견해인 것입니다. 가까운 지역이 초기 발생지라는 사실은 우리로 하여금 깊이 우상 모든 것이 هذا التهديد تعتقد أنه خوف سول؟ لا أبدا. فطلع المتحدث باسم الجيش عندهم وقال أنه رح يردوا بالشكل المناسب على أي إجراء مضاد من كوريا الشمالية. 우리 군은 북한의 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있고 또 북한군의 동향을 예의주시하고 있습니다. 따라서 그 새로운 대응이라는 것도 우리 군이 충분히 대응할 수 있을 거라고 생각합니다. طيب وتعالوا أقول لكم إيش الخبراء بيقولوا ممكن تعمل كوريا الشمالية. قالوا ممكن تقصف مكبرات الصوت وبالتالي يصير فيه هجوم، وممكن تعمل هجوم بيولوجي كاذب. مثل إيش يعني؟ مثل إنها ترمي طحين على الجنوبية وتعمل حالة ذعر عند السكان. المهم يعني والله ما أعرف إيش ممكن تبتكر إدارة كيم جونغ أون يعني واللي معاه، لأنه ابتكاراتهم صراحة عادة بتفوق تفكيرنا ومخيلتنا. بس إنه بشكل عام يعني أنا في شيء جوايا يعني نفسي كده أقول للاثنين إنه والله عيب، يعني انتوا دولتين وجالسين بتتخانقوا بمناطيد نفايات، يعني ما ادري.